النهارده هنعمل شويه تريكس. لو حابين نقشر الفاكهه دي هنقشرها بالشكل ده، طبعا ده ينطبق برضو على التين الشوكي نفس الطريقه، بيطلع شكلها كده. لو عايزين نقطع كميه فلفل كتيره مره واحده هنعمل كده وندخلهم جوه بعض ونبدا نقطعهم بالشكل ده كانها مكنه بتقطع الفلفل. التريكه التانيه العيش ده بنفتحه كده اللي هو التورتيلا ونطبقه بالطريقه دي ونحطه في التوست ساندويتش ماشين، هيطلع ساندويتش جميل جدا. هنجيب خاصه ونحط فيها البرجر ونقفل على البرجر كده عشان واحنا بناكله ما يقعش منه ويطلع لبره. لو عندنا شيبسي او تشيتس واكلنا منه شويه وشويه فاضوا، عندنا طريقتين، يا اما نقفله بالطريقه دي يا اما نجيب مشبك الورق ونطبقه ونروح قافلين بالمشبك. انا بفضل المشبك، متوفر في كل بيت. اتمنى التريكات تكون عجبتكم وتقولوا رأيكم في التعليقات.